أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة. تتزايد الأزمات في جميع دول العالم منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شهدت الأشهر القليلة الماضية أزمات تضخم وارتفاعا في الأسعار ونقصا في السلع الأساسية، وذلك عبر أنحاء العالم. وحسب التقارير الصحفية وتحليلات الخبراء الاقتصاديين، فإنه من المتوقع أن يواجه العالم أزمة غذاء خلال الأشهر القليلة المقبلة، وستكون الأزمة الكبرى هي القمح ومشتقاته، وذلك نظرا لكون روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم. لذا سيواجه العالم أزمة كبيرة بعد اندلاع تلك الحرب بين الجانبين الروسي والأوكراني. وحسب ما ذكرت إحدى الصحف الإيطالية، فإنه بعد تفشي الوباء والحرب والتضخم ستكون حالة الطوارئ الكبرى التالية هي أزمة الغذاء، وتواجه إيطاليا أزمة قمح كبيرة في الوقت الذي يعتمد فيها الإيطاليون على المكرونة. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 53 دولة في العالم معرضة لخطر الجوع بسبب نقص القمح، وهذا النقص يؤدي إلى نقص في الطعام بطبيعة الحال، والتي من أهمها بالنسبة للإيطاليين المكرونة. تجد الشركات التي تنتج الأطعمة المصنوعة من القمح صعوبة متزايدة في توفير هذه المواد الخام، وبالتالي فإن إنتاجها معرض للخطر. وتشير التقديرات إلى أن جميع المنتجات المصنوعة من القمح ستكون أغلى ثمناً، كما أنه يصعب العثور عليها أكثر فأكثر، فيما ستؤدي أزمة الغذاء إلى زيادة تكلفة المعيشة مقابل الغذاء. وبالفعل بدأت الحكومة الإيطالية في إجراءات تقليل لبيع المكرونة في محلات السوبر ماركت، خاصة بعد ارتفاع الأسعار، كما أنه سيكون من الضروري فهم ما إذا كانت الشركات التي تنتج الخبز والمكرونة في إيطاليا ستجد خطوط إمداد صالحة أم لا. وبالرغم من أزمة الغذاء التي بدت ملامحها على السوق الإيطالية، إلا أن الرئاسة الروسية الكريملين أعلنت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي بأن روسيا ستواصل إمداد بلاده بالغاز. وأضافت الرئاسة الروسية أن فلاديمير بوتين ورئيس وزراء إيطاليا بحثا هاتفيا التطورات في أوكرانيا. واشترط فلاديمير بوتين على رئيس وزراء إيطاليا رفع العقوبات للمساهمة في حل أزمة الغذاء. وقال الرئيس الروسي إن بلاده مستعدة للمساهمة في حل أزمة الغذاء إذا تم رفع العقوبات عنها. في المقابل، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ أن الحلف لن يعتبر روسيا شريكاً استراتيجياً للحلف، كما نصت الاتفاقية عام 2010. وأكد الأمين العام لحلف الناتو أن المفهوم الاستراتيجي هو أهم وثيقة لحلف الناتو بعد المعاهدة التأسيسية معاهدة واشنطن. تم الاتفاق على المفهوم الاستراتيجي الأخير في عام 2010. منذ ذلك الحين تغير العالم بشكل جذري، وهذا يجب أن ينعكس في المفهوم الاستراتيجي الجديد، موضحا أن روسيا في المفهوم الاستراتيجي الحالي تحمل صفة شريك استراتيجي وفقا لروسيا اليوم. ختام التغطية، وأشكر حضراتكم لطيب المتابعة. كنت معكم أنا شتا، شكرا لكم وإلى اللقاء.